مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة خاصة بحلويات المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين، وطبعا هنبدأ باللذيذة. هنعمل نوعين النهاردة، هنعمل الحمام اللي احنا بنحبه لونه أبيض، وهنعمل اللذيذة اللي بالكراميل. أنا هبدأ باللي بالكراميل علشان في ناس كتير بتحبها. خلينا نقول بسم الله ونبدأ مقدرنا النهاردة. عندي اللذيذة بالكراميل، نص كيلو من جوز الهند الضفر أو الشرايح، ده شكله أهو هيجي قدامنا دلوقتي وهتشوفوه حضراتكم. طيب عندي نص كوباية من عصر الجلوكوز، عندي كوباية إلا ربع من السكر، عندي ربع كوباية مية، وعندي معلقة كبيرة من الزبدة. بالنسبة للتزيين أي مكسرات عند حضراتكم، ممكن يبقى زبيب، ممكن يبقى مثلا فواكه مجففه زي المشمشيه، زي القراصية، ممكن قوي تبقى حاجات جميله زي دي. عندي بقى للكراميل اللي انا هعمله، لان انا هتحايل على الموضوع بشكل اسرع شويه في الوصفه دي. الوصفه دي الحقيقه انا بحبها جدا وبعملها كتير من سنين بنفس الشكل ده. عندي للكراميل عندي ربع كوبايه سكر، ربع كوبايه ميه، معلقه كبيره من الزبده. تعالوا نقول بسم الله. انا بسخن دلوقتي البان او الوك هنا، وهبدا اشتغل فيه. هبدا بربع كوبايه السكر، هكرملها عشان تديني لون على طول. اهم حاجه ان انا هحمص ده كمان، عايزه احمصه شويه عشان يديني لون. فخليني اشغل هنا برضو على نار هاديه عشان ابدا اشتغل فيه عشان ما ناخدش وقت كتير فيها. خليني ايه كده نعلي هنا كده. بسم الله. تعالوا بقى ناخد نص او ربع كوبايه السكر اهي، وهنحط عليهم العسل. دي الميه، لا انا هكرمل الاول السكر لما يبقى لونه يعني ذهبي كده حلو، وبعدين هنضيف عليهم الايه الميه والزبده. نحط العسل بس بعد ما يكرمل شويه يديني لون كراميل كده. ايوه بدا اهو، انا بس سخنت الوك شويه. هنا بقى المفروض اشوح دول، اما في الفرن، تقدروا في الفرن لو مش حابين انها تبقى بزبده او حاجه على النار، انا اقدر ادخلها الفرن شويه على فكره تاخد شويه لون ويطلع لون ريحه الجوز الهند احلى كمان. تيجوا نعمل كده، يلا بينا نعمل كده. انا هاخد كده، بصوا الصاج ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لما يبقى عندكم جوز هند ريحته بدأت تروح، روحوا واخدينه حاطينه في الفرن، ادوله اللون الذهبي الحلو، يطلع الزيوت اللي جواه ويديله ريحه حلوه. زينوا بيه بقى، حطوه في ام علي، حطوه في تزيين رز بلبن، مهلبيه، عاشوره، حاجات من الحاجات دي. تعالوا كده ندخله هنا، وانا ايه هدي هنا كده عشان ما يتلسعش مني، ونعمل فيه زي ما عملنا قبل كده في الفوليه والحاجات الحلوه بتاعتها. هطفي بقى هنا خلاص، انا هتحايل على الفرن يساعدني، ودي الحاجات اللي الواحد ساعات بيبقى ايه محتاج عوامل مساعده. طيب بسم الله. ايوه لازم تبقى دبل علشان تجيب معايا يعني ايه سخونيه قويه. هنبدا بقى نتكلم عن فوائد الجوز الهند. جوز الهند ده من الحاجات اللي هي فوائد كتير جدا حلوه. اولا طبعا للشعر وللبشره، تعالوا بس نقلب دي كده. بيسخن. هما البنات فين؟ عايزه اقول لكم يعني جوز الهند ده من الحاجات الرائعه، كمان بيقوي المناعه، حلو جدا البشره والشعر طبعا، وبيمنع التساقط، بس لازم تحطوه مع انواع زيوت اخرى تكون مرطبه عشان بينشف الشعر شويه. بيظبط سكر الدم جدا وبيحمي من الكانسر، وعايزه اقول لكم في نسبه كالسيوم حلوه قوي، حلوه للعظم وكمان للاسنان. ناس كتير بتحب تشرب الميه بتاعته، بتجيب جوز الهند ده في وقته وبتكسره، لانه بيبقى مفيد جدا ل يعني للهضم كويس. عايزه اقول لكم زيت جوز الهند ده حطوه على اطراف الشعر مش على المنبت. ليه بقى؟ بيمنع التقصف.
وعارفين كمان اللي بيمنع التقصف ايه؟ جميل قوي لما بتحبوا انتوا كيفه قهوه قوي بتشربوا بن، يعني التنوة بتاعه البن دي قلبوها وحطوها في اطراف الشعر بتمنع التقصيف. اصلا البن ده حلو قوي يعني، بيبقى بديل كده للناس اللي بتحب تعمل الحنه او الشعر الشيب بالبن اللي شعرهم لونه بني او على كستنائي يعني. بصوا بقى هيبدا ايه حبيبتي، خليكي انتي معايا بس. ازاي؟ ما انا هعمل كده بالفعل. بصوا بقى، بصوا حبايبي، هنزل عسل الجلوكوز هنا على الكراميل، انا بس عايزه ادي لون، وهنزل عليهم الميه اهو، خطوه يعني نسرعها شويه عشان تنجز معايا في الوقت وفي انه يديني القوام الحلو. هنسيبهم بس شويه على النار، مش هنحط الزبده دلوقتي. تعالوا بقى السكر ده هندوب دول كويس قوي. بصوا الجوز الهند، خليني اتابعه يا بنات، خليكم معايا ما تنسونيش. بصوا بقى الجمال، يا نهار ابيض، تعالوا شايفين؟ تعالوا بقى نطلع ده، انا عايزه اللون الطبيعي ده. ثانيه واحده، بصوا الجمال، تعالوا بقى نقلب كده اهو، هو ده بقى اللي احنا عايزين اللذيذه تبقى بيه. حلو، بدل ما اقعد بقى بزبده وكده، احنا كده اختصرنا خطوه يا شيمو. بصوا بقى على خفيف كده اهو، نقفل تاني، هقلبها تاني واخلي عيني عليها علشان ما تتحرقش. بصوا هنا ده اللون، طبعا الطبيعي ان انا كنت هعمل في حله تانيه كميه السكر المتبقيه بالزبده والميه علشان احمص فيهم الايه الجوز الهند. انا دلوقتي حمصته في الفرن، فالطبيعي ان انا هسيب دول على النار شويه، خليني اهدي كده سنه، ده كده هنزل بالزبده وبعدين جوز الهند على طول. دي خطوه مختصره للذيذه، كله في واحده بس، في خطوه واحده. خلينا بس نهدي النار، عارفين ليه؟ علشان يلحق جوز الهند ياخد اللون الحلو معايا. طبعا اللي عايز يشوحها على النار بالزبده ماشي، بس انا قلت لحضراتكم فكره اسهل واجمل. و انا هديت خالص خالص النار هنا، وهنقلبها في قالب بسيط وجميل. تقدروا بقى تعملوا، بصوا بقى في قوالب السيليكون اللي هي بتاعه الكب كيكس، عارفينها؟ ممكن قوي تدهن كلها بالزيت ونحط بقى وشويه وتبقى تطلع دواير دواير، شكلها صغنن كده وجميله. دي شكل حلو، ممكن نعملها في قالب كبير يبقى حلو جدا، ممكن نعملها في قوالب مدوره، يعني تعملوها في مكان وتقطعوها وتبقى مربعات مستطيله زي اللي بنشتريها، اللي يريح حضراتكم. النهارده هعملها في قالب من قوالب الكيكس اللي هو بتاع الانجليش كيك، عشان تطلع قالب كبير كده شكله يعني مبهج. خليني اخد ايه الملعقه الخشب دي، بسم الله، هنقلب كده كل شويه. بصوا بقى الريحه بقى تطلع، الزيوت اللي فيه تطلع، طعمه يبقى احلى، اخف كتير اني ما ضفتلوش زبده، لان انا هضيف زبده في مع الشربات اللي انا عملته اهو. شايفين الجمال؟ الحمام بقى ما بحتاجش اعمل كده، عندي صنفين، احنا هنعمل منهم صنف ان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي هتشوفوه في حلقه معانا، بس هعمله الجوز الهند الناعم، عشان لو انتوا الضفر ده سعره شويه عالي او مثلا مش لاقيينه هنعمله الجوز الهند الايه الباودر او الناعم، ماشي كده؟ وهيبقى رولز وروعه، اللي هي الرولات اللي بتتباع، رول ودواير ويبقى محشيه جواها مكسرات. احنا بس النهارده بنعمل اللذيذه اللي هي ما كل ما يخص بالجوز الهند الضفر، وهي كده القوام على فكره خلاص. انا بس محتاجه ان انا احط الزبده، خليني هي دي الزبده، خليني انزلها علشان
ما يمسكش اكتر من اللازم، عشان تبقى هي دي العامل المساعد ان انا ايه تطري معايا اللذيذه وتديها اللمعه وتخليها تبقى متناسقه اهو. يبقى انا اول حاجه ننزل المقادير مره تانية بعد اذنكم حبايب قلبي يا نودي، نحط الايه، حطينا السكر، انا كرملته الاول قلت استفيد بخطوه. ادي المقادير، عندي نص كيلو من جوز الهند الضفر، عندي نص كوبايه من العسل الجلوكوز، كوبايه الا ربع من السكر، ربع كوبايه ميه، معلقه كبيره زبده. انا هنا خدت بس الربع كوبايه سكر مع ربع كوبايه، كرملتها على النار ونزلت عليها بالعسل الجلوكوز ونزلت عليها بربع كوبايه الميه ودوبتهم مع بعض، بقوا الشكل اللي حضراتكم شفتوه قبل ما اضيف الزبده في المرحله الاخيره اللي هي دي. انا بقى تحايلت على باقي المكونات ورحت ايه محمصه الجوز الهند في الفرن. ليه؟ علشان يديني درجه اللون الحلوه دي، وابقى انا كده اختصرت خطوه بدل ما اقعد ايه اديله معلقه زبده وسكر على النار علشان اديله درجه اللون الايه اللي حضراتكم شايفينها الذهبي دي. كل شويه كده بروح مقلبه علشان ياخد اللون الحلو ده اهو كده، بس عشان ننجز. وسبت بقى الخليط ده كده، رفعته من على النار دلوقتي. واتكلمنا عن فوائد الجوز الهند، تعالى نتكلم عن الزبيب. الزبيب كمان انا هضيف شويه من الزبيب مع اللذيذه دي. الزبيب كمان من الحاجات المفيده جدا، طبعا انتوا عارفين انه اساسه العنب، في ناس بتعمله من العنب الابيض او العنب الاحمر كمان بيتعمل منه، في انواع ليه كتير، في الكبير بيتعمل من الاحمر اللي من غير بذر او الاخضر الكبير، وبيحافظ جدا على صحه العين، مفيد جدا مثلا للبنات الصغيرين او اللي عندهم انيميا. عايزه اقول لكم ده بيحمي الجلد من التلف، بيقلل مستوى سكر الدم، بس لما بناخده بكميات معقوله مش كميات كبيره، ان العنب اساسا لوحده بكده ده يعني عنب مجفف ما فيهوش حاجه. عايزه اقول لكم مفيد جدا للناس عندها مشاكل في النقرس، ومفيد لعضله القلب جدا، وبيقوي الجهاز العصبي، غير ان هو بيدي طاقه قويه جدا للولاد. يعني تقدروا تحطوه في اي حاجه خاصه بالمثلا الكوكيز اللي هي الكور الطاقه، يستخدموها في انواع بسكوتات، في انواع كيكات، تبدروه بس بشويه دقيق عشان ما يسقطش في قالب الكيك لتحت، فيبقى دايما مرفوع كده في النص، فبيبقى مفيد ويبقى ليه طعم حلو ويدينا الفايده بتاعته. بصوا شايفين اللون، هنبدأ بقى نقلب تقليبة كمان أخيرة عشان ناخد اللون ده كله في كل الجوز الهند. وكده أنا عاملاه بطريقة تقريبا أظهرت النكهة بتاعته بشكل جميل، تاكلوه تستمتعوا بيه إن شاء الله. بصوا الجمال أهو أهو، خد بقى شوية اللي باقيين دول عشان يبقى كله كده في التمام أهم، آخر شوية بيض كده، ونبدا بقى نضيفهم في الخليط بتاعنا. هجهز القالب دلوقتي وادهنه مع حضراتكم، فكروني بيه يا اولاد عشان ما يحصلوش حاجه. هاخد كده بصوا، ده قالب وده قالب، هعمل كالاتي، هاخد زيت، بسم الله، وهنا زيت، وبعدين هنعمل بالفرشه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحاول اعمل قالب عائلي يعني، بس عشان تشوفوا الشكل العام، هي سهله ما بتاخدش وقت، فما حبيتش اعمل منها نسخ، وبتمسك على طول ان شاء الله تشوفوها بشكل لطيف. بصوا كده اهم، طبعا نقدر نعمل كده في قوالب الكب كيكس برضو مفيش مشكله. بصوا بقى اول ما يتحمر خلاص، حمر شويه الباقيين كمان، احلى لذيذه بالايه بجوز الهند الضفر متكرمله والمتشوح فرن، وطلع ريحته الجميله، وتقدروا تستفيدوا باي جوز هند اتبقى عندكم كده ويتحط فيه، نستفيد منه في الايه في الحلويات. تعالوا بقى هنا نحط ده، وهنبدا كمان نجهز للحمام. هسخن الحله بتاعته برده عشان نستعد لها، هنا تبقى سخنت معايا برده عشان بتاخد وقت.
تمام. وهنا اهو هبدا بقى اخلي الشربات خلاص اهو اللي انا عملته او العسل، يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده اديله اخر غلوه عشان نضيف الفلفل. يا حبايبي يلا بينا. بصوا كده يلا بينا، هو ده الكلام. بصوا الجمال. عايزين تحمصوه عن كده كمان حمصوه، مفيش مشكله خالص اهو شايفين. وهو دافي، واحنا اتفقنا ان الحاجات دي لما بتنزل دافيه بتفرق كتير قوي في الخليط. انا بس عايزه امسكها كويس وانزل الخليط الحلو ده هنا. شايفين؟ ماشي يا روح قلبي. بصوا بقى اهي، لذيذة في العسل. اللي عايز يعملها بالعسل الابيض تبقى اكثر يعني هيلثي اكتر. ماشي، ونشوح الجوز الهند زي ما عملنا في الفرن، هتبقى روعه برضه. شايفين ازاي؟ تعالوا بقى ننزل الكميه دي. اوبا اوكي، هنا مش عايزه اخليها بارتفاع كبير قوي، ما تضغطوش عليها، هي لازم تبقى فلافي كده وهشه. ماشي، فما تضغطوش عليها. هنا شويه اهم كده كده. لا مظبوط جدا، لسه هتقعد في بعض وهتمسك في بعض، هو لسه سخن، هتمسك وهتبقى حلوه. مش لازم يبقى العسل كتير وانا لازم اكلها تلزق في اسناني، العسل ده مظبوط جدا على فكره. سيبكم من اللي بتبقى ملزقه دي، مين اللي بيقول شكلها حلو؟ سمعته. بصوا كده شايفين ازاي؟ شايفين ازاي؟ اهي ماشي حبايبي. اهي شفتوا؟ ادي اللذيذ اللي بالكراميل. انا مش سامعه صوت حضرتك يا استاذ شوارب. استاذ شوارب، استاذ فضل يا فندم، احنا غيرنا المهام. روعة ما شاء الله ما شاء الله. طب انا اخدها احطها في طبق، ممكن يبقى كده. تسلموا يا حبايب قلبي. انا ما حطيتش زبيب لانه هنا الناس يعني قالوا لي من غير زبيب، احنا عايزينها من غير زبيب، فانا بصراحه احترمت رؤيتهم قوي، عملتها من غير الزبيب. وطبعا حطوها بقى هنا بالف هنا وشفا ضمن حلوياتنا القمر دي. وهستسمح بقى حضراتكم ان شاء الله ان احنا نطلع لبريك، شوف استراحه بسرعه، نرجع باذن الله نعمل الحمام. الحمام ما بياخدش وقت لانه الشربات بتاعه على طول خفيف وابيض، فاحنا هنعمله وهنحط بقى هنا الزبيب ان شاء الله. وفي انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.